حريصا على المتألقين يناقشون حقوق في كافة أبعادها في تأخير من مؤسسة فطرة الثانية عرضي لضابط المحمد وهي مناسبة كنتم من خلالها أناقش هؤلاء الأطفال لكن أناقش أيضا أطفال حقوقهم وواجباتهم وأيضا من خلال هذا اللقاء يعني أسائل المسلمين وأسائل مؤسسات الدولة عن مدى ضمانها لحق الواجب الأطفال كما أيضا أتوجه لهذا الأمهات لأن الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأسرة هو حاسم في هذا الموضوع في كثير من الموضوع تماما كما بالنسبة للمدرسة كما بالنسبة لوسائل الاتصال والتواصل كما بالنسبة للمؤسسة الأمنية المؤسسة القضائية المؤسسة الشهرية هذه كلها مؤسسات ذات علاقة بموضوع الطفولة تماما بالنسبة للمؤسسة العلمية المؤسسة الصحية أيضا حينما تكلمت عن الطفل تحدثت عن كل حقوق وكل المؤسسات ولا شك أنني وجدت شيئا امتحان صعب يعني من خلال الأسئلة الدقيقة التي تم إعدادها بعناية من قبل الأطفال ولكن أيضا بتأطير وبالطبع أتمنى أن أكون في أن أكون عند أفضل هؤلاء الذين جاءوا من المدن المختلفة من أجل أن يجلسوا مع وزير الصحة ويستمعوا له في هذا اللقاء المبارك. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.